مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في ليله جديده من ليالي رمضان على قناه مصر الزراعيه. الايام بتجري بسرعه، مش عارفه ازاي احنا دلوقتي بقينا في نص رمضان. سبحان الله، فعلا ايام معدودات، الوقت بيجري بسرعه عشان وقت الشهر الفضيل ده فعلا وقت كريم، عشان كده مش بنحس بيه. فكل سنه وحضراتكم طيبين ودايما معانا على الخير متجمعين. كل سنه وانت طيب يا سامح. كل سنه طيبه. عايز اقول لك ان احنا اول حلقه كانها كانت امبارح. فعلا الشهر الكريم بيجري، عايزين نستغله ونستفيد منه، نستغله بالطاعات والعباده، نستغله بصله الرحم. وخلي بالكم ممكن نقوم بكل الواجبات الاجتماعيه واحنا مخليين بالنا من روحنا. الاجراءات الاحترازيه عايز افكركم بيها تاني وتالت ورابع، لان احنا دايما بنتكلم على صحه الانسان. كنا الاول يا اسراء بنقول الوقايه خير من العلاج. صح. النهارده مفيش علاج، الوقايه هي الحل الامثل. رمضان شهر فيه عادات جميله جدا، السهر والسمر والعزومات، عايزين نخلي بالنا ونخف منهم شويه او نخف منهم كتير. التباعد الجسدي يختلف تماما عن التباعد المجتمعي، ممكن نكون قريبين من بعض بالمعاملات الحسنه، بنسأل على بعض نشوف محتاجين ايه، لكن نخلي بالنا من صحتنا. عامله ايه في رمضان في العزومات؟ لا، مقللين جدا جدا، لان زي ما بتقول يا سامح فعلا الموضوع محتاج وقايه، الموضوع محتاج تباعد. لو بتحبوا بعض وبتخافوا على بعض بجد، دلوقتي كمان الموضوع بقى منتشر جدا، بس مش بشراسه الموجه الاولى، ومحدش هيحس قوي، وربنا ما يكتبها على حد بصعوبه الموضوع، غير لا قدر الله لو فقدته عزيز او غالي. ساعتها بجد هتعرفوا قد ايه ان الموضوع صعب، قد ايه لازم تخلوا بالكم، لانه حتى لو ما فقدتش حد، فكوني ان انت تعبان مش عارف تقرب من اهلك، من حبايبك، من ابنك، من بنتك، ده احساس صعب جدا. ربنا يا رب يعافينا جميعا ويشفي كل مريض. فعشان كده لازم نخلي بالنا. والمشكله يا سامح ان انا بشوف في اماكن كتير كان كورونا ما جاتش، يعني في كافيهات وفي سهر وفي دندشه، وموضوع كمان يعني انهاء الدراسه ده، وان خلاص امتحانات اخر العام في اليومين اللي جايين دول، معناها فعلا ان الموضوع يقلق. موضوع يقلق، بس احنا قدها وقدود، لازم نستغل الوعي اللي موجود عند الشعب المصري. انا عارف ان احنا شعب بيحب الحياه والحركه، لكن نخلي بالنا وما نبقاش كورونا بقت عاده متعودين عليها، لازم نبقى عارفين ان هي عدو خفي. عايز اقول لك يا اسراء، السنوات الماضيه وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدينا نشوف دور حقيقي للمراه. ده حقيقي. ونشوف حقوق كانت بتدور عليها بقالها سنين، حقوق مجتمعيه وحقوق انسانيه، حقوقها في العمل، مكتسبات كتيره جدا قدرت تحصل عليها المراه، او حقوق قدرت ترجع لها مره ثانيه. البعد ده جميل جدا. انت كاعلاميه وبتمارسي دورك في المجتمع، حاسه بايه؟ ده مردود عليكي ايه؟ سعيده جدا بتمكين المراه في اكتر من مجال، وانها واخده حقها وزياده كمان، زي ما قلت فعلا انه موضوع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمراه المصريه كلنا ملاحظينه وكلنا لامسينه، خصوصا انا يعني انا من المتحيزين جدا للمراه. ومن الاعمال الجميله اللي بقيت اشوف ان المراه دخلت فيها مؤخرا موضوع المسحرات، يعني بقينا نشوف اكتر من مكان ونزل على السوشيال ميديا مسحراتي بنوته او مسحراتي امراه. زي ما حضراتكم عارفين ان المسحراتي تاريخه طويل معانا، ومن اجمل العادات الرمضانيه اللي كلنا بنحبها وبنستمتع بيها، ومش هنستنى ابدا 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 وقت السحور، غير لازم لما يكون مع عائل مسحراتي اللي بيقول لك اصحى يا نايم وحد الداي. لا اله الا الله. سيدنا عايز اقول لك المراه كمان دورها توسع. احنا شفنا النهارده الجيش الابيض هو اللي بيحمي المواطن او بيحافظ على ارواحنا، واحنا بنتكلم على الجيش الابيض مش عايزين ننسى المراه، لان هي برضه موجوده في الصفوف الاولى، نماذج رائعه بتخدم الدوله. شفنا المراه في مجالات كثيره جدا، علميه، طبيه. النهارده احنا بنتكلم على مجتمع فيه مساواة حقيقية، مجتمع عارف وبيقدر قيمة المرأة اللي هي بتربي وبتنشئ أجيال تقدر تتحمل المسؤولية. تحية لكل مرأة مصرية ولكل أم، بحييكم فعلا، وبقول المستقبل علشان يبقى كويس أو جميل لازم كلنا نبقى إيد واحدة. إسراء، الإنشاد أنت شاطرة فيه جدا. أنا بحب المنشدين، ومعانا فقرة فيها منشد جميل جداً. كان معانا برضو في أول حلقة. صحيح. هو المنشد محمد عبد الوهاب، هيقدم نفسه بصوته، هيدخل معانا النهاردة عشان نسمعه وهو بينشد وهو بيتكلم. يا ريت يا محمد نشوفك جنبينا دلوقتي في الخلفية، نسمع صوتك الجميل، طلتك الحلوة على الشاشة. صلي علي يا ربي، صلي علي، صلوات الله عليه.